بين أديرة وكنائس معلولة وصيدنايا جال الوفد البرلماني الألماني متفحصا عبق التاريخ ومطلعا على ما تعرضت له المنطقة من تخريب على أيدي الإرهابيين. في ألمانيا اليوم تلعب الإعلام ووسائل الإعلام الدور الأكبر في الرأي العام الألماني، لذلك نحن اليوم كحزب بديل سوف ننقل ما حدث من آثار دمار وما قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة إلى ألمانيا. هنا تعرف الوفد على دير من أقدم الأديرة، دير مارسركيس وباخوس وأيقونته القديمة، وفي دير القديسة تقل الذي يطل من جرف صخري شاهد أعضاء الوفد الأيقونات الأثرية. المهم لنا أن نقدم الصورة الحقيقية عن سوريا، كل ما يوجد في الإعلام الألماني ليس صحيح ودقيق، وسوف ننقل الصورة الحقيقية للإعلام الألماني عن ما شاهدناه هنا خلال زيارتنا لسوريا. الوفد اللي اليوم إجا وعم بيشوف تأثير الإرهاب على هالبلد وخصوصا على معلولة، واليوم الحمد لله عم تنعطى صورة أنه نحن أولاد الحياة، صار اللي صار لكننا بدنا نلتفت لقدام ونقول لكل زوارنا بلادنا بخير وسلامة، نحن منريد أنه هالدير يعمر وبلدنا سوريا بتعمر. المشهد في دير السيدة في صيدنايا لم يكن مختلفا، فهنا أقدم صورة للسيدة العذراء رسمها القديس لوقا تلميذ السيد المسيح. أحب أن أرى في أم عيني الحقيقة وليس ما ينقل في الإعلام، وما رأيته هنا يفرح قلبي أن سوريا يوجد فيها الحياة وسوف تستمر إعادة إعمار سوريا، ونحن من واجبنا أن نعيد نقل هذه الصورة لبقية العالم.